هذا البرنامج برعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل. حلقة جديدة من آخر النهار على شبكة تلفزيون النهار، حلقة يوم الثلاث الموافق 26 فبراير 2019 من الميلاد. وحشتوني وحشني لقائي بحضراتكم، وبعتذر مرة تانية عن عدم ظهور امبارح، كنت في سفر خارجي لظروف عمل. وبشكر زميلتي المراسلة داليا أبو عميرة اللي قامت بتقديم الحلقة امبارح، والحقيقة كانت موفقة جدا. وبشكر زملائي كمان في الإعداد والإخراج اللي ساعدوها على الظهور بالشكل الجيد. النهاردة حلقة دسمة ومختلفة، وربنا الحمد لله بيرزق يعني كده برزق الصالحين. خليني أبدأ معاكم بالأخبار الكويسة. عندنا النهاردة مجموعة من الأخبار الكويسة، ونبدأ نتكلم فيها بشكل إيجابي وبشكل أعتقد إنه بيقول إن في بلد، إن في كيان، إن في دولة، إن في قانون، إن في حد بيفكر، إن في حد واعي وحد مدرك للخطر قبل وقوعه. ومن غير ألغاز كتير خلينا نخش في صلب الموضوع. الخبر الذي أثلج صدور الكثيرين عدا قليل، أثلج صدور الكثيرين وأفرح الكثيرين عدا قليل، هو قرار الاتحاد المصري لكرة القدم النهاردة بتأجيل مباريات بطولة كأس مصر كلها إلى أجل غير مسمى. وطبعا انا مش محتاج احكي لكم الخلفيات والكواليس، حضراتكم متابعينها اكتر مني. والحقيقه اللي ليه في الكوره واللي ملوش في الكوره كان متابع هذه الازمه وهذه القضيه على مدار الاسابيع الماضيه بشكل كان ينذر بوقوع كارثه. وانا لا بجمل كلامي ولا بزوق مفرداتي، وانتم عارفيني لساني بيقول ما اعتقد انه الصواب ويرضي ربي وضميري. اتحاد كرة القدم اتخذ هذا القرار النهاردة بعد شد وجذب بينه وبين الأندية على مدار أيام وليالي طويلة جدا. كنا خايفين انه تحصل كارثة. طيب السؤال المهم، هل الاتحاد المصري لكرة القدم خد هذا القرار من نفسه؟ الإجابة لا. هذا القرار اتخذ بعد خطاب وصل إلى اتحاد كرة القدم المصري من الجهات الأمنية، تقول فيها أنها لن تؤمن مباريات الكأس التي ينوي الاتحاد إقامتها هذا الأسبوع، وتطالب اتحاد الكرة بتأجيلها إلى ظروف أخرى، والمبرر لدواعي أمنية. وقصاد الدواعي الأمنية دي لا يستطيع اتحاد الكرة أنه يحرك ساكنا. يعني اتحاد الكرة هو سيد قراره وهو المالك لدورياته وهو المسيطر على لجنة مسابقاته وهو المهيمن على أنديته وهو كل اللي انتوا عايزينه قلوه، لحد ما تيجي عند كلمة الدواعي الأمنية. لجنة المسابقات والحاج عامر حسين ومجلس الإدارة لا يقدر يقول الماتش ده يتلعب في اليوم الفلاني في الاستاد أو الملعب الفلاني إلا بعد موافقة الجهة الأمنية. الجهة الأمنية قالت لا يبقى مفيش ماتش. الجهة الأمنية قالت مش في الملعب ده يبقى مش في الملعب ده. ولا يا حاج عامر؟ مساء الفل والهنا عليك. مساء الفل يا كامل بيزا حضرتك. ما كمل الاول يا حاج عامر. الله يكمل الاول، ده حاجه موضوع امني. يعني لو جالنا الجواب الامني من الاول خلاص الموضوع ده ما حضرتك قلت. طيب خلينا العب ما تلعبش ما تلعبش، الملعب ده ما ينفعش ما ينفعش. اه. لان ما فيش كره في العالم كله من غير امن. صح. طيب أما وقد كان مكان، خلينا بقى بهدوء كده علشان كل الجماهير تفهم. وأنا سمعت تصريحات لحضرتك الصبح، الحقيقة احترمت هذه التصريحات جدا، قلت مباشرة إنه بعد هذا القرار في طرف هيعتبر إنه هو منتصر وفي طرف هيعتبر إنه هو منكسر، لكن الحقيقة إنه الأزمة وتداعياتها أجبرت إنه في طرف انتصر على طرف. والله دي امور كلها بتبقى داخليه لكل واحد يحسبها زي ما هو حاسبها. كل جماهير بتحسبها، كل شخص بينتمي النادي ممكن بياخدها على ان هو اللي انتصر والثاني ياخدها على ان هو انهزم. يعني الامور كلها الحقيقه ما بتشغلش بالي كتير. انا شخصيا انا بتكلم على نفسي. انت كلجنه مسابقات يا حاج عامر بره التوازنات دي وبره الضغوطات دي؟
لان انا كل همي ان انا يعني اعدي الموسم دوت، ان موسم غير طبيعي ما حصلش في العالم كله. نكمل الارتباطات مع بطولتين الاتحاد الافريقي، اعلن ان ده موسم استثنائي، وبالتالي احنا تابع الاتحاد الافريقي، فبالتالي احنا يبقى موسم استثنائي زينا زي الاتحاد الافريقي. صحيح. بطولتين بيتعاملوا سنه واحده، ابطال دوري وكونفدراليه، بطولة عربية ما لهاش اجندة. لان في دول بتلعب، في اندية بتلعب من اسيا وفي اندية بتلعب من افريقيا، فبالتالي المواعيد دي غير المواعيد دي. صح. كان في بطولة امم اسيا في يناير، فاندية اسيا مش قادرة تلعب. في بطولة امم افريقيا في نفس السنة في بتتلعب في الصيف لاول مرة في التاريخ بتتعمل في الصيف. مظبوط مظبوط. يعني امور كلها صعبة جدا. وانا اشهد ان انت في بداية الموسم خالص حذرت وقلت انه علينا ان احنا نقعد ونتكلم بدري لانه هيحصل ازمه، وحصلت الازمه. والله يا تامر، اول مره اقعد مع الانديه ورؤساء الانديه قبل الموسم ما يبدا شهر 7، وضحت لهم الاجنده كامله. تمام. قلت لهم النادي الاهلي عشان مكمل من البطوله اللي فاتت ممكن يوصل ل 65 و70 مباراه الموسم دوت، ان الدوري ممكن يقعد 12 شهر 13 شهر. حطيت اقتراحات ثانيه، دوري من المجموعتين او دوري من مجموعه واحده بس نلعب دور واحد، بعد كده ناخد الثمانيه الانديه اللي فوق يلعبوا على البطوله والمربع، العشره اللي تحت يلعبوا على الهبوط. الانديه صممت على النظام اللي احنا فيه، وقال احنا هنستحمل كلنا الموسم دوت بس نلعب بنفس النظام. بس يدونا 5 لعيبه زياده في يناير، يبقى عندنا 30 لاعب. تمام. واضغطوني زي ما انت ما تضغطوني، العب على نلعب على 3 ايام. ده كلام الانديه يا تامر بيه، عشان قلت لك احنا عايزين الرابطه بتاعت الانديه. لا لا، وانا شاهد على الكلام ده يا حاج عامر. اتكلم مع 18 نادي والله يا تامر بيه، قدامهم رؤساء انديه، انا مش جايب مدير كوره قاعد. صحيح صحيح. دي ناس مسؤوله كلها. فعلا اخد الخمس لعيبه الزياده في يناير، يطلع حتى الانديه اللي مش مشاركه زي المقص يقول لك انا مضغوط، وعشان هيلعب مره واحده على ثالث يوم يطلع مدير فني يقول لك انا مضغوط وضغط. ضغط ايه؟ امال الانديه اللي بتلعب في المشاركات الافريقيه والعربيه تعمل ايه؟ صحيح. واللعيبه كلها في المنتخبات، الزمالك والاهلي عندها اكبر عدد لعيبه من المنتخبات. يعني الامور كلها انا وضحتها في بدايه الموسم، والانديه اللي اختارت ال 18 نادي اللي اختاروا. ما ينفعش بقى في وسط الموسم، يعني ناس كبيره قاعده ما ينفعش. عندك حق. لا انا الحقيقه ما اقدرش الومك ولا الوم لجنه المسابقات على التحذير المبكر، وان انت عملت سيناريوهات بديله، الانديه هي اللي رفضتها، والانديه هي اللي قالت احنا اللي هنتحمل كل الضغوطات وكل المعاناه بس الامور تمشي زي السنوات الماضيه. انا شاهد بده. بس الحقيقه في نقطه ثانيه، احنا كمان التامر بيه اكثر دوله فيها 18 نادي. صح. احنا الانديه الثانيه اللي حوالينا نفس الظروف اللي هم دول شمال افريقيا 14 16 نادي. مظبوط مظبوط. الامور مختلفه. صح. تمام بالنسبه لنا. بس هي مختلفة. طب اسمح لي يا حاج عامر، هي في نقطه واحده اللي انا يمكن بعتب فيها على اتحاد الكره ولجنه المسابقات، وهي وحضرتك ارجوك تشرحها للساده المشاهدين. وفقا للمنطق اللي حضرتك بتقوله، ان انت مش مع طرف ضد طرف، وطول الوقت بتحاول تبقى على مسافه واحده من كل الانديه. النقطه هي انه لما حصل شكوى من نادي بيراميدز انه مش ما ينفعش يلعب ماتشه الثاني مع النادي الاهلي في الدوري يوم الخميس اللي جاي، والاهلي والزمالك اللي هم الاثنين منافسين مباشرين لسه ما لعبوش مع بعض ماتشهم في الدور الاول، هنا كان عنده جزء من المنطق والحق، وبناء عليه لجنة المسابقات قررت تأجيل مباراة الاهلي والبيراميدز في الدوري الى معرفش مارس ولا ابريل، وكانت هنا الازمة هتنتهي. كان بيراميدز راضي والزمالك راضي والاهلي نفسه راضي. الاهلي قال لك بركة يا جامع، ريحتني من ماتش كمان 3 ايام وسبت لي فرصة اسبوع استعد للمباراة اللي هي اول مارس. ايه اللي خلانا نحط ماتش الكاس اللي هو كان الفتيل اللي كان هيولع القنبله؟ لا، لما الانديه اجتمعت مجلس الاداره قال ان احنا هنستغل بقى الوقت دوت، لان وقت خالص ان احنا ننهي بطوله الكاس، لان النادي الاهلي وبيراميدز عندهم مباراه في دور ال 16، وفي نادي زي ايوه بس حضرتك عارف والاتحاد عارف انه القرار ده هو اللي هيولع الدنيا. كان القرار الوسطي بتاع تاجيل مباراه الدوري والوقوف على كده كان راضي كل الاطراف والدنيا ماشيه. قصة بقى الصدام المباشر ان لا هنبدل الماتش وهتلعبوا مع بعض، وكأنه انتصار لرأي بيراميدز على النادي الاهلي، هو اللي عمل الازمة. انا بحكي لك بمنتهى الصراحة يا حاج عامر. بس برضو بحب اكلم حضرتك برضو في منتهى الصراحة، ان الموضوع بتاع تبديل المباراة من دوري الكاس ده مش اقتراح بيراميدز خالص، ولا بيراميدز كان يعرف اي حاجة عن الموضوع دوت. انا ماليش علاقة بان كل واحد بيدي ايحاء على ان هو بينتصر وهو اللي بيمشي كلامه. بيدي ايحاء بمنتهى الصراحة. طبعا انا بقول لحضرتك، انا بقولها بصراحة. ايوه. ان الفكرة ديت لما النادي الاهلي طلع البيان الاولاني قال لك انا هلاعب نفس الفرق في نفس التوقيتات اللي موجودة في الجدول، فطبعا لما المجلس الإدارة كلمني
قلت لهم لو خلاص قدام النادي الاهلي عايز كده يبقى نلعب في نفس التوقيت اللي هو يوم 28 مع نفس الفريق اللي هو بيراميدز، بس ان نستغل الوقت دوت ونلعب كاس. يعني ده كان اقتراحك انت، كان اقتراحك انت الشخصي مش طلب من بيراميدز. انا والكابتن هاني، وكانش حد يعرف خالص الموضوع دوت اللي انا والكابتن هاني. تمام. الكابتن هاني لما عرضه في مجلس الاداره ثاني يوم، كان يوم سبت. ايوه. والكلام ده كان مع الكابتن هاني كان يوم جمعه. تمام. قلت له ما نحطش النادي الاهلي في موقف حرج ما دام اعلن بيان انه عايزين نلعب نفس الفرق في نفس التوقيت. طب هو نفس التوقيت ونفس الفريق اللي هيلعبه هو هو. نستفيد من الموقف دوت. لما الكابتن هاني قاله في مجلس الاداره ثاني يوم. ايوه. الحقيقه ان مصر كلها عرفت الكلام ده. صحيح. ثاني يوم لما مجلس الاداره عرف الكلام دوت، انما الموضوع ده انا والكابتن هاني فقط اللي نعرفه. تمام. ولا نادي، ولا بقول لحضرتك انا مش مجبر ان انا اكذب. لا العفو يا فندم. كان بيننا احنا الاثنين. والكلام ده انا ما اتكلمتش بقالي 10 ايام ما تعرفش اتكلم. ايوه. انما انا بقول لحضرتك ما دام بتكلم بصراحه. تمام. الكلام ده كان فكره اتحاد الكوره، فده كان فكرتك وحوار بينك وبين المهندس هاني وبين الكابتن هاني. مالكش بقى علاقه بان في بعض الناس اوحوا للجماهير ان هم سبب في الموضوع. ان هم سبب في الموضوع، انما بصراحه عشان كمان البيان بتاع النادي الاهلي اللي قال هلاعب نفس الفريق. تمام. هلاعب نفس الفرق في نفس الايام في التوقيت ده ما تغيرليش توقيتها. طب بصراحه كده يا كابتن عامر، كنتوا فعلا مصممين ولو الخميس جه والاهلي ما راحش كنتوا هتعتبروه منسحب من الكاس وكان السيناريو ماشي، ولا كنتوا مستنيين الخطاب الامني ده بس كنتوا يعني بتسووه في الموضوع عشان يبقى جت من الامن؟ لا والله ابدا، الكلام دوت لغايه امبارح بالليل انا جالي تليفون الساعه 1 من اللي هو شرف سويلم. وقال لي نفس اجتماع الامني، قلت له انا مش عم اغير اي حاجه الا ما يجي لي جواب رسمي. تمام. وبناء على كده الجواب جاء النهارده الساعه 9 صباحا. تمام. واول ما جاء طلعنا القرار، لان حضرتك عارف الامن بيقول يمين هنقول يمين. صح. احنا من 2012 الامور اللي انا بتجيلي تعليمات الامن، اجل هنا اجل هنا، ده يتلعب هنا. لا لا الاعتبارات الامنيه للدوله ملهاش ولا حد يقدر يناقشه فيها. صح. ان هو اللي بيتحمل المسؤوليه هو عنده معلومات مش موجوده عندي انا كلام مسابقات. صحيح. هو الادرى بمصلحه البلد ايه. صحيح. ما كانش فيه النيه خالص، ولو برضه حضرتك فاكر موضوع مقصه والزمالك. ايوه. الزمالك ما راحش الملعب واخدنا القرار والزمالك اعتبر ان هو معزوم. ده نفس الوضع برضه كان قرار مجلس اداره الاتحاد اللي هو مأكد. تمام. عليه. تمام. على ان المباراه في ميعادها وما فيهاش اي تأجيل. طيب بعد ما انتهت الازمه بهذا الخطاب الامني يا استاذ عامر، رسالتك ايه لجمهور الاهلي اللي كان معتبر انه في عناد وصدام ونوع من الاضطهاد من اتحاد الكوره للنادي الاهلي؟ والله ولا في اضطهاد ولا حد يقدر يساعد حد، سواء انديه كبيره او انديه صغيره. لان في الاخر الامور احنا بنعمل الموسم دوت على ان احنا نعدي الموسم لمصلحه الانديه. تمام. لو حضرتك تفتكر يا تامر دي لما الكوره وقفت. أيوة. الرياضات كلها اتاثرت في الالعاب الثانيه كلها، والناس كلها بدات تدور على شغل، وفي ناس سافرت في دول عربيه ثانيه. صحيح. عشان تشتغل او تلعب في اي حته ثانيه. صحيح. والانديه لما وقفت الفلوس بتاعت اللعيبه، الاتحاد الدولي بعت الجواب اللعيبه تاخد فلوس عقودها بالكامل، يعني هيبقى خراب على الانديه كلها. فمن مصلحه. طبعا. الانديه كلها ان هي تعدي الامور، ان الامور تمشي، والدوري بقى قوي جدا، الانديه بقى كلها متقاربه في ظل الاحتراف، في ظل الفلوس الكتير اللي دلوقتي بتتضخ في الاعلانات والشركات الراعيه. صحيح. مش مصلحه حد ولا حد في مصر يقدر يضطهد سواء الزمالك سواء اهلي او سواء البيراميدز سواء المقاولين الاتحاد المصري الاسماعيلي. صحيح. استحاله، لان الكوره في كوره لعبه شعبيه. طيب. اي حاجه بتعملها مخالفه للوائح مفيش حاجه بتتدارى. اخيرا يا استاذ عامر، اخيرا يا استاذ عامر، ايه كده مستقبل بطوله كاس مصر؟ هل فكره التاجيل لاجل غير مسمى ده اقرب الى فكره الغائها، ولا لا في اصرار على لعبها وحضرتك بقى طبعا متدبس في وضع التوقيتات ليها؟ هي التدبيسه موجوده طبعا. انا هعاني عشان مواعيد ثانيه. امور ضيقه. هي كده تم تاجيلها لما بعد كاس الامم؟ لا انا لسه بقى هظبط الجدول ثاني واشوف موقف الانديه المشاركه في افريقيا. هتظبط ايه يا كابتن عاجل؟ عارف اللي هي فكره تعمل البنطلون الجاكيته تضرب الاهلي والاسماعيلي. لا اصل في نقطه مهمه تعمل ايه. موقف الانديه المشاركه في افريقيا بتفرق كتير قوي في الجدول. طبعا. مين هيكمل مش هيكمل. صح. مين هيلعب بره مصر، مين هيلعب المباراه الاولى في مصر، يعني الامور تبقى مرتبطه كتير. انما الجواب الامني كان واضح ان المواعيد تتحدد بالتنسيق بين الامن ولجنه المسابقات واتحاد الكوره. صحيح. صحيح. لو الامن ما كتبش كده يبقى احنا نقدر نقول ان الكاس يتلغي. لا ما فيش حاجه اسمها الغاء الكاس، لان لسه في الاهلي هيلاعب بيراميدز في الدوري، والزمالك هيلاعب الاهلي مباراتين لسه. صحيح. يعني والزمالك هيلاعب
يعني لو هنأجل كاس او نلغي كاس عشان خاطر المباراه ما تتلعبش بين الناديين يبقى الدوري كله هيتلغى. صح. يعني في الاربع ثلاث فرق دول هيلعبوا بعض لسه. صح صح. لا مفيش حاجه عمليه الالغاء مش موجوده خالص. كابتن عامر انا بشكرك شكرا جزيلا وقلبي معاك في الضغوطات والمشاكل اللي عندك، لكن انا عارف ان انت قدها ودود. والحقيقه الحاج عامر حسين من الناس الخلوقه المحترمه اللي شايله كل هذا الهم، وانا بقول لكم ان الحاج عامر حسين بيعمل متطوعا كمان في لجنه المسابقات وبيبذل الجهد كبير جدا في التنسيق سواء مع الانديه او مع الجهات الامنيه ومع اتحاد الكره علشان تمشي الامور، ودي شهاده حق الحقيقه، لان في ناس كتير بيظلموا عامر حسين وبيحملوه فوق طاقته وبيشيلوه اتهامات مش بتاعته ان هو مش عارف بيعمل ايه ضد صالح الاهلي وايه لصالح الزمالك، والحقيقه هذا عاري عن الصحه. عشان اقفل معاكم الموضوع ده، عامر حسين بقى طلعوا عامر حسين بره ورجل المسابقات، انا هنا بتكلم عن المنظومه بتاعه الاتحاد المصري لكره القدم وكلهم اصدقاء من اول هاني بوريدا لاحمد شوبير لسيف زاهر لمجدي عبد الغني لحازم امام لعصام عبد الفتاح لاحمد بجاهد، كلهم الحقيقه مع حفظ الالقاب لهم جميعا كلهم اصدقاء واخواتي وحبايبي، لكن الحب والاخوه والعشره حاجه والصح حاجه. انا في رايي المتواضع ان اتحاد كره القدم المصري كان هيتسبب في وقوع كارثه في مصر، وانا كنت مخضوض بالبلدي كده من هدوء الاتحاد في انه شايف كرة التلج عمالة تكبر وهو سايبها تكبر لولا تدخل الامن، والامن يعني الدولة، ما هو الامن ده مؤسسة اللي هي وزارة الداخلية مؤسسة من مؤسسات الدولة، فتدخل الامن النهاردة بهذا الخطاب الواعي الوطني المسؤول بانه لدواعي امنيه يتم تاجيل المباريات ومش هنعرف نامنها في هذا التوقيت، لولا هذا التدخل الحكيم الواعي العبقري في توقيته كانت كره التلج دي تحولت الى قنبله انفجرت في وشنا كلنا. والحاج عامر بذكاء رماها من شويه في التليفون كده معايا لما قال افتكروا لما حصلت ماساه بورسعيد والنشاط الكروي والرياضي توقف في مصر حصل ايه؟ الانديه عانت والرياضيين اللي سافر يدور على شغل مش عارف ايه، وحصل شركات افلست وحصل انهيار في الاقتصاد الرياضي، ومصر طبعا ما ينفعش تبقى دولة مستقرة ومؤثرة وماشية بشكل كويس ويبقى عندها نشاط رياضي موقوف عشان عندها دماء بتسيل في الاستادات والملاعب. فده كان خضتي الحقيقة، فانا رسالتي لاتحاد كرة القدم اوعوا تلعبوا تاني على الوتيرة دي، اوعوا تراهنوا صلد. عارفين كده في القمار بعيد عنكم والعياذ بالله في حاجه اسمها صلد، صلد يعني لما بتبقى مش عارف ايه كده وفاضل لك قرشين صغيرين معاك تقوم قايل صلد كل اللي معايا براهن بكل اللي معايا. اتحاد كره القدم كده، بس ده مش رهان بقى، دي مش مراهنه، دي مقامره. اتحاد كره القدم كان بيعمل مقامره مميته، مقامره في منتهى الخطوره، نتيجتها كانت كارثه مش بس على الوسط الرياضي، على مصر كلها كدوله. انتوا عارفين عصبيه الجماهير وعارفين عشق المصريين لكرة القدم وعارفين انتماء وعشق الأهلوية للأهلي والزملكاوية للأهلي الزملكاوية للزمالك، وطبعا لسه ما فيش بيراميدزاوية للبيراميدز، بس يعني الناديين الكبار عشق أنديتهم ليهم جنوني. فسيبوا المنافسة العادية الملح العادي اللي ما بين الأندية في التنافس الشريف والتحفيل والهزار والكوميكس ده تمام، لكن اوعوا تخلقوا فتنة رياضية، اوعوا تخلقوا فتنة رياضية. ولو اتخلقت الفتنة الرياضية انا باعتباري اتحاد اللعبة المسؤول والجهة الشرعية المسؤولة انا اول واحد اوقد الفتنة، انا اول واحد انزع الفتيل، انا اول واحد اشد الكوبس، مش هبقى انا اللي بساهم في الفتنة وانا اللي بالعند بتاعي او معامل حالة من حالات الصدام الحدي. يعني ايه الصدام الحدي؟ الصدام الحدي اللي هو يا تنتن يا تنتن، مفيش وسط، يا تنتن يا تنتن، يا كارثة يا كارثة. اعقلوا يا اتحاد الكوره واحمدوا ربنا ان في كبير في البلد دي بيفكر، وانا هنا الكبير دي مش بقصد رئيس الجمهوريه بالمناسبه، انا بقصد الدوله نفسها، في دوله كبيره بتفكر ودوله كبيره بتتدخل عند اللزوم وفي دوله واعيه للخطر وفي دوله عندها حد قادر على اتخاذ القرار السليم في الوقت السليم، والا كان زماننا يوم الخميس اللي جاي بالليل بنقول يا ريت اللي جرى مكان. الحمد لله ان في حكمة لدى مؤسسات هذه الدولة. هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نشوف اخبارنا.
قيادة سياسية من اهتمام بتحسين المستوى الصحي والمعيشي للمواطنين كأحد مرتكزات برنامج عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية، وفي ضوء التصدي الحاسم ومكافحة صور الغش التجاري ومافيا السلع الفاسدة ومجهولة المصدر التي تؤثر على الصحة العامة، فقد تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن مستلزمات طبية بالساحل لإدارته مخزن دون ترخيص، وحيازته كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر ولا توجد بيانات دالة على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على أكثر من 100,000 قطعة مستلزمات طبية، منها 70,000 سرنجة طبية و10,000 قطعة كانيولا وجميعها مجهولة المصدر. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليه وكذلك المضبوطات. كما تمكنت الأجهزة الأمنية وعقب تحريات وإذن صادر من النيابة العامة من ضبط أحد الأشخاص بالساحل بالقاهرة، أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم أدوية مستوردة تتضمن الإعلان عن أدوية مستوردة لبيعها للجمهور وبحوزة 55 صنفا من أدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها داخل البلاد ونحو 30,000 جنيه وذلك بمحل سكنه، واعترف بحيازته للأدوية لبيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة والمبالغ المالية حصيلة البيع. استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في حملة أمنية مكبرة تجار وحائز المخدرات بنطاق محافظتي مطروح والإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديريتي أمن مطروح والإسكندرية، حيث نجحت وبمطروح في ضبط أحد عناصر تشكيل عصابي حاول تصنيع وتدوير مخدر الحشيش باستخدام مكبس معد لهذا الغرض، تم ضبطه والخامات المستخدمة في عملية التصنيع و50 تربات لمخدر الحشيش مصنعة ومعدة للبيع وكمية من الأقراص المخدرة وسيارة للنقل والترويج، بينما تمكنت الإدارة وبالإسكندرية من ضبط عاطل وبحوزة 4 اسطوانات لمخدر الهيروين وبندقية خرطوش. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين من مافيا السلع الفاسدة ومراقبة الأسواق، فقد نجحت الإدارة العامة لمباحث التموين في ضبط 80 طن ملح سياحات منتهي الصلاحية بحوزة قائد سيارة نقل بسوهاج في طريقه لنقلها لأحد المصانع غير المرخصة لتعبئته داخل عبوات على أنه ملح طعام وبيعه بالأسواق، وضبط 2,070 طن من ذرة صفراء منتهية الصلاحية جمعها 3 أمناء مخازن بشركة صوامع وتخزين بالإسكندرية. مديريات أمن السويس نجحت في ضبط 11 طن من زيوت طعام مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، قام صاحب مطعم بتخزينها بمخزن خاص به بهدف بيعها وتحقيق أرباح من ورائها. معلش قبل الفاصل حبيت بس أرجع أعلق على حاجة صغيرة وهي متعلقة بنشاط وزارة الداخلية اللي احنا بنحييها، وأنا حبيت إن احنا ناخد نشاط وزارة الداخلية دلوقتي هو نوع من التحية والهدية مننا ليهم على الجواب بتاع الصبح بتاع اتحاد الكرة اللي هو بتاع الدواعي الأمنية، لأنه في رأيي جواب سحري وعبقري أنهى أزمة الله أعلم كانت هتنتهي إزاي إلا بهذا التدخل العبقري الحكيم. وده طبعا مش بس وزارة الداخلية، ده تحية لمؤسسات الدولة الحكيمة والواعية عندما تدخلت في الوقت المناسب، وطبعا تدخل محترم كمان من أجهزة الأمن. خصوصا أنا عجبني جدا فكرة الرقابة على الأدوية دي، لأن دي صحة المصريين، صحة ما فيهاش هزار، وياما في ناس مخالفين وبيعبثوا بالدواء وبيعبثوا بالمنتجات الغذائية وبيقولك المصريين يأكلوا الزلط ولا يبلعوا مش عارف إيه، وده الحقيقة كلام ودنا في داهية كتير. المصريين بلعوا الزلط وعيوا وبلعوا مش عارف الإيه وجالهم فيروس سي وكذا، والدولة الحمد لله نجحت في علاجهم، فمش عايزين نعيد الكرة ونحافظ على صحة المصريين سواء غذاء أو دواء. بصوا بقى، خلاص احنا اتكلمنا في موضوع الكورة وقفلناه والحمد لله أزمة انتهت، وأنا عارف طبعا أنه من الصبح من ساعة ما طلع القرار بتاع تأجيل مباراة الدوري وإن ماتش الأهلي وبيراميدز بعد بكرة يوم الخميس مش هيتلعب، وجمهور الأهلي معتبر نفسه منتصر، تمام كل واحد يعتبره. الحاج عامر حسين من شويه قال انا ماليش علاقه مين يعتبر نفسه منتصر ومين يعتبر نفسه منهزم، احنا بنعمل الصح وطالما الامن قال كذا احنا بنقول امين. لكن انا بقول لكم طبعا جمهور الاهلي قولا واحدا معتبر نفسه منتصر، وطبعا بيراميدز معتبر نفسه خسر الرهان شويه، خصوصا ان نادي بيراميدز راجع دلوقتي من اسكندريه، راح عمل المعسكر عشان مستعد لماتش الخميس وراجع دلوقتي من غير ما يلعب، والاهلي كده كده سيد حفيظ قال احنا مدين اجازه يومين للعيبه، يعني رحله يا ست الكل. المهم فجمهور الاهلي معتبر انه منتصر، برضو دي مش قصتي، وانتوا عارفين قبل ما اتكلم ان انا اهلاوي جدا جدا جدا، سهل اهي
عشان بس ما نقولش انه ايه انا بحاول ابقى لا انا اهلاوي، كل الناس عارفه ان انا اهلاوي والدم اللي جوه لو ما كانش احمر كنت انا لونته احمر، لكن الحمد لله الذي خلقنا اهلاويين. كويس، انا حر وبحترم الزملكاويه وبحترم الاسماعيليه وبحترم كل الانديه، بس انا اهلاوي جدا. بس برضو مع اهلاويتي الشديده ما كانش ينفع اللي بعض من جماهير الاهلي كانوا ناويين يعملوه. ايه هو بقى اللي هو ده؟ امبارح بالليل طلعت هذه الصوره وبعض من جماهير النادي الاهلي، الكلام ده قبل ما يعرفوا ان ماتش كاس مصر بينه وبين الاهلي وبيراميدز هيتاجل والداخليه هتتدخل وكده، قاموا عاملين الشعار بتاع كاس الامم الافريقيه اللي مصر هتنظمه في صيف هذا العام في يونيو ان شاء الله، وقالوا جمهور الاهلي يقاطع بطوله امم افريقيا والاهلي فوق الجميع. وانا بقول لكم ان ده خطأ خطأ خطأ، وربما يرتقي الى درجة الخطيئة مش بس الخطأ. انا اهلاوي وازعم ان انا اهلاوي شديد، ما بقولش متعصب لان العصبية غلط في كل الاحوال، لكن اهلاوي شديد، اهلاوي ابا عن جد واهلاوي حتى النخاع، لكن عمر ما اهلاويتي تلغي عقلي ولا تلغي وطنيتي. والاهلاويه اللي بجد عارفين ان الاهلي هو نادي الوطنيه، وهو النادي الوطني اللي طول الوقت واقف ورا مؤسساته ودولته وبلده في اصعب الظروف قبل احلى الظروف. مهما حصل ازمه مع بيراميدز، مهما حصل ازمه مع الزمالك، مهما حصل ازمه مع اتحاد الكره، ما ينفعش الاهلي يجي على البلد او جمهور الاهلي او بعض من جمهور الاهلي يضر البلد. لما تقول ان احنا هنقاطع كاس الامم، لا، كاس الامم حدث وطني، وطني يعني حدث يخص البلد ومش يخص الكوره في البلد بس، يخص البلد كلها، بالدليل ان اعلى راس في البلد هو الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع برئيس الاتحاد الافريقي ويطمن معاه على سير الاستعدادات، وبيجتمع مع رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء بيجتمع مع رئيس اتحاد الكوره ووزير الشباب والرياضه ومحمد فضل مدير البطوله عشان يطمن على استعدادات الدوله المصريه لبطوله كاس الامم الافريقيه. استعدادات الدوله المصريه مش استعدادات اتحاد الكوره. فلما انا اتخانق مع اتحاد الكوره حوالين ماتش ولا مباراه ولا ميعاد ولا جدول ولا كاس ولا دوري، ما ينفعش لما اجي اضر بلدي. لا، وللمره المليون انا بقولها اهو للاهلاويه، لجزء من الاهلاويه اللي مش فاهمين الشعار بتاع الاهلي فوق الجميع اللي انتوا كنتوا حاطينه، معلش رجعوا انس دلوقتي، اللي هو الشعار اللي هو تحت الاحمر اهو، الاهلي فوق الجميع. في بعض، في قله صغيره من جمهور الاهلي مش عارف معنى الشعار. في ناس فاهمه ان الاهلي فوق الجميع يعني الاهلي فوق اي حاجه بما في ذلك فوق البلد وفوق مصر. لا، الاهلي فوق جميع ابنائه، الاهلي فوق جميع المصالح الشخصيه للناس، كيان الاهلي فوق الجميع. احنا عندنا الاهلي ثم الاهلي ثم الاهلي، لكن كل ده تحت مظله كبيره اسمها وطن، اسمها مصر. فالاهلي مش فوق مصر ولا فوق مصلحه مصر ولا يجب ان يكون. واللي طلعوا الشعار ده واللي فاهمين ان روح صالح سليم طول الوقت اللي هي الروح اللي فيها شرف وعزه واباء وارتقاء بمصلحه الاهلي الى السماء، عارفين كويس قوي انه المصطلح معناه الاهلي فوق جميع ابنائه وفوق المصالح الشخصيه والكيان قبل الجميع. لكن قبل الكيان وقبل الجميع في الوطن اللي كلنا بننتمي اليه، نزعل من بعض اه لكن نضر البلد؟ لا، مصر فوق جميع ابنائها والاهلي فوق جميع ابنائه. نلتقي بعد الفاصل. رامي سعيد مالك الممثل الشاب الامريكي من اصول مصريه واللي حصل على جائزه الاوسكار لافضل ممثل عن دوره في فيلم الملحمه البوهيميه، حالم الفرحه والبهجه على السوشيال ميديا دفعتني مباشره للتوجه لمحافظه المنيا مساء بعد اعلان فوزه بالجائزه، وتحديدا عزبه فلتاوس. قابلني هناك عصام فوزي ابن عم رامي مالك واللي اصطحبني مباشرة لبيت العيلة هناك وكلمني عن رامي مالك عن قرب.
رامي مالك اتولد في أمريكا في سنة 80، ووالده ومامته هاجروا في 79، وجاسمين أخته دكتور طبيب الطوارئ اتولدت هنا في مصر وسافروا بيها. فوجئنا برامي إنه هو يعني غير مسار حياته، بدل ما بيخش حقوق حسب بابا ما كان عايز، دخل في مجال التمثيل ودخل في مدرسة الإخراج في كلية هناك. تجمع أسري في وقت متأخر من الليل والانتظار بلهفة للإعلان عن الفائز بالأوسكار. انتظرنا لحد الساعة 3 الفجر، والحمد لله يعني ده شيء يعني انبسطت منه كلنا، وده مبروك لينا ومبروك لمصر. اولا في بيوت في القريه كانت فاتحه نفس الحدث ده وبتسمع، فوجئنا بالزغاريت والسقف والطبل بالنسبه للشباب الصغير. مرة واحدة زار فيها رامي مالك مصر عام 2003، واللي طبعا كان ليها تأثير على حياته الشخصية بحسب كلام ابن العم. رامي نزل في سنة 2003 وتعامله كان بسيط جدا وكان طيب خالص وكان خلوق جدا وكان يحب يسلم على الناس وبيحب يديهم كده الكلام اللي هم يحبوه، الفكاهة اللي هي يحبها. فصلنا له جلاليب بلدي وركبنا الحصان وديناه الزرع والغيط، وقعد في مصر شوية، راح الأهرامات وراح المتحف القبطي وزار يعني حاجات السياحية اللي موجودة هناك، وراح شرم الشيخ. بعد أن أنهيت حديثي معه في بيت العيلة أو البيت الكبير، اصطحبني مباشرة إلى الشقة اللي بيمتلكها رامي مالك وأسرته هنا في فلتأوس، وكلمني عن ذكريات ظلت محفورة في ذاكرته حتى الآن. طبعا هنا دي الأوضة دي بتاعت رامي لما كان بينزل يقعد فيها. رامي لما كان بيطلع الشقة بتاعته احيانا كان بيفتح اللابتوب بتاعه ويقعد مع اصدقائه بتوع امريكا حاجه زي كده، وكان معاه الكاميرا بتاعته، كاميرا ديجيتال، كان دايما يصورنا تحت، بناكل يصورنا، بنشرب يروح مصورنا، مش عارف ايه، وحد كده يروح مصوره. بس للاسف ان احنا ما نعرفش ان رامي هيطلع نجم كبير زي كده، وكنا خدنا صور معاه كلنا واحتفظنا حتى بالكاميرا اللي معاه، انما هو بصينا لقينا خد الكاميرا كلها بصورها بحالها وخد بعضي وسافر. صور عديده ومقطع فيديو لتكريم الممثل الشاب سيظل محفورا في ذاكره هذه العائله وذاكره كل المصريين. عبد الرحمن ياسين، قناه النهار. شكرا جزيلا للزميل عبد الرحمن، تقرير ممتاز وزياره في وقتها لابن صملوط البر. ابن صملوط اكتسح هوليود. الفرق مش كبير على فكرة، هو فرق مناخ، على فرق سيستم، على فرق فرصة، على فرق يعني شوية حاجات بسيطة فوق بعضها كده تفرق ما بين صملوط وهوليود. بس في النهاية فوز نجمنا المصري الحاصل على الجنسية الامريكية، لانه انا مش حابب التعليق اللي بيقول ان هو الامريكي اللي من اصل مصري، لا، هو المصري الحاصل على الجنسية الأمريكية، لأن أبوه وأمه مصريين وبلده هنا، بلده هنا وأصله هنا ومسقط رأسه هنا وبيته هنا وأوضة نومه اللي انتوا شفتوها هنا وكل حاجة تكويناتها هنا. هو اتولد وعاش في أمريكا، بس في النهاية على الأصل دور، على الأصل دور. ورامي مالك اسما ومسمى وفعلا مصري حتى النخاع. وانا اسعدني جدا تصريحات مالك كمان ان هو بيتكلم على انه مش بقى نسي مصريته ونسي عروبته ونسي، بالعكس بيقول طول الوقت ان انا اصلي مصري وفرحان وباهدي هذه الجائزة لبلدي مصر ولعائلتي و و و و و فرحة ما تخيلتهاش. انا فرحة ما تخيلتهاش ان انا في سنوات عمري
في سنوات عمري ما كنتش أتوقع ولا أتخيل حتى في الأحلام إن في ممثل مصري سيفوز في عمري بجائزة الأوسكار. الأوسكار اللي هي كل سنة بنقعد نتفرج على حفلها السنوي وإحنا قاعدين في البيت تحت البطانية في الغطا وبنقزقز ترمس وبنقول الله والله مش عارف مين وهو كان بالنسبة لنا كأنهم في كوكب الفضاء. إنه في كائن مصري يطلع معاهم كوكب الفضاء ويقف على مسرح هوليوود ويقتنص الجائزة الأهم، يقتنص الجائزة الأهم، أفضل ممثل في دور رئيسي، مش دور ثانوي ولا دور تاني ولا دور مساعد ولا، أفضل ممثل في دور رئيسي عن دوره في فيلم بوهيميان رابسودي أو ملحمة رابسودي اللي قام بيها رامي مالك، شرف كبير جدا جدا جدا. مليون مبروك لمالك، ومليون مبروك لأسرة مالك، أولاد وأهل صملوط الكرام ومحافظة المنيا وكل صعايدة مصر. والحقيقة ده دليل تاني على إن صعيد مصر هو أصل مصر، حتى لو زعلوا مني بتوع بحري، أصل مصر صعيد مصر، وعزة وشرف وإباء وكل حاجة وكنوز ومواهب وفن وإبداع مصر أصله صعيد مصر. ولو فتشنا في الصعيد هنطلع مش اثار زي ما بيعملوا دلوقتي تحت بيوتهم، هنطلع كنوز، بس كنوز من المواهب، كنوز من القدرات، كنوز من البشر، كنوز من الطاقات اللي لو خدت فرصتها محدش يقدر يقف قدامها، زي مالك وزي زويل وزي مجدي يعقوب وزي عشرات 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 مكتسحين في مجالاتهم في كل دول العالم، بس ياخدوا فرصة. الفرق ما بين رامي مالك لو كان عاش هنا في مصر ورامي مالك اللي عاش في امريكا فحصل وهو في سن 29 على الاوسكار ايه؟ تفتكروا انتوا ايه؟ طب هسأل السؤال الصعب، لو اسرة مالك ما كانتش هاجرت امريكا ومالك كان فضل هنا ودخل التمثيل وراح لاحمد السبكي ومحمد السبكي وعمل معاهم فيلم، كان ايه؟ كان هياخد جايزة الايه؟ بصوا، الفرصة، الفرصة ما بتجيش الا لما يكون في مناخ يسمح بتواجد الفرصة لمن يستحق. وانا في رأيي المتواضع ان مصر اليومين دول، ابقى كذاب لو قلت لكم ان كانت فيها فرص، لا ما كانش فيها فرص. مصر كانت لسنوات عديده جدا قاتله للمواهب. مصر كانت لسنوات وعقود طويله جدا مقبره للمواهب. كان اللي عنده موهبه كان بيتعدم، مش بيتعدم اعدام حقيقي، قصدي يعني كان بتتوئد الموهبه من بدري. كان بيطفي على دماغه على طول. كان ممنوع الحلم. ممنوع الطموح. ممنوع ان انت ترفع راسك لفوق وتقول انا نفسي ابقى كذا، لان معنى كده ان انت عايز تاخد الكرسي من اللي قاعد عليه، وده كان طموح مش مشروع في مصر في عقود طويلة. انا بكلمكم بمنتهى الامانة، واللي يزعل يزعل. احنا دلوقتي بنبني مصر الجديدة، بنبني مصر المختلفة اللي عايزين نمسح فيها كل اخطاء وجرائم الماضي، ايا كان من اللي عملها دلوقتي مش قضيتي، والله مش بلقح على حد ولا بسقط كلام على حد، انا بتكلم على بلدي اللي نفسي تبقى حلوة لولادي. احنا خلاص عشنا على قد ما عشنا، ومش هيبقى عندنا طموح ان احنا يبقى حاجة، اللي بقى حاجة بقى حاجة واللي ما بقاش ما بقاش، لكن ده مش معناه انه البلد قفلت. احنا هنروح والشعب هو اللي هيعيش، وولادنا هم اللي هيعيشوا، احفادنا هم اللي هيكملوا. فانا نفسي لولادي واحفادي يبقى عندهم مناخ يسمح بالفرصة، يبقى في مصر الطموح مشروع، يبقى في مصر الحلم الدولة بتساعدك عليه مش بتساعد على انها تقتله. اصنعوا مناخ لولادنا في العلم وفي الرياضة وفي الفن وفي الاقتصاد وفي التجارة، سيبوا الناس تتنفس وسيبوا الناس تبدع ووفروا لهم المناخ لده، والله هذا شعب لن يستطيع احد ان يجاريه بس ياخد الفرصة. وانا اعتقد ان الدولة
بكل مؤسساتها وسلطاتها ورجالتها هذه الأيام عندهم هذا الفكر وعندهم هذا الوعي. ومش غريب ان ربنا بيكافئ كل شوية بهدايا كده مجانية معناها وإشاراتها بتقول ان انت ماشي صح، انت كبلد ماشي صح. لما يحصل لك بعض الانجازات في المجال الرياضي، لما يحصل لك بعض الانجازات في مجال الطاقة، تعمل شغل صح مش عارف ايه، فتلاقي حقل ظهر بيتفتح لك مش عارف ايه، وحقل كذا في مش عارف ايه، وعلى المستوى الاقتصادي بيطلع لك بعض الاشارات الكويسه، وكل مؤسسات دول العالم تقول لك الدنيا هتمشي كويس وانت هتبقى واحد من الاقتصاديات الواعده كمان 5 سنين، بس تكمل اصلاحك الاقتصادي وتمشي على هذا النهج، تصلح التعليم علشان يبقى مناخ يطلع فيه الناس بتفكر مش بتصم وبتحفظ. وعلى المستوى السياسي كل علاقاتك السياسيه تستعيدها بمنتهى القوه، تستعيد ريادتك وتواجدك وعلاقتك وتعاونك وحبك في القاره الافريقيه، تفتح علاقات متوازنه مع امريكا وروسيا، تفتح علاقات مع اخر الدنيا في اليابان والصين وكمان في جنوب افريقيا وفي البرازيل والارجنتين. كل ده معناه ان انت ماشي صح، واللي ماشي صح لازم يمشي صح في كل حاجه، لان الصح ما بيتجزاش، الصح ما بيتجزاش. اخلقوا الفرصه لاولادنا وعلمهم صح وارموهم البحر، والله هيزرعوا البحر وهيطرح. عندنا الأمثلة كتير بس نبدأ صح. وبمناسبة البداية الصح، على مدار اليومين اللي فاتوا كان في كرنفال، كان في احتفالية ومهرجان سياسي واقتصادي وتعاون، أنا في رأيي كان بمثابة المونديال، كأس العالم، كأس العالم في العلاقات السياسية والدبلوماسية، ومصر اللي كانت مستضيفاه في درة المدن الساحلية والسياحية وأجملها على مستوى العالم مدينة شرم الشيخ. القمة العربية الأوروبية اللي استضافتها مصر على مدار يومين، يوم الأحد والاثنين، وللأسف الشديد أنا ما كنتش معاكم اليومين دول عشان أكلمكم عنها، وطبعا قناة النهار هنا استفاضت في تغطية هذه القمة وفعالياتها وكانت معاكم لحظة بلحظة، وأعتقد أنه شباب زملائي في قناة النهار لم يتركوا شاردة أو واردة في هذه القمة وكواليسها إلا وغطوها وقدموها لحضراتكم بتغطية تلفزيونية إعلامية مبدعة. بشكر كل الزملاء اللي شاركوا في هذه التغطية، بس كمان بشكر مصر على هذا الحدث، بشكر الدولة المصرية ممثلة في رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي وكل مؤسستها وكل رجالتها وكل من عمل على تحضير وتنظيم هذه القمة بهذا الشكل اللي يرفع الراس. وانا كنت مسافر برا مصر وكنت بتابع على الايباد بتاعي معظم فعاليات القمة وردود الافعال وتغطية الصحف المحلية والاجنبية، والله كنت فخور، فخور ان مصر هي اللي مستضيفة هذا الحدث، وفخور بالتغطية العالمية، وبشوف الصحافة الايطالية والصحافة الدنماركية والصحافة الانجليزية والصحافة الالمانية والصحافة العربية وهي بتتابع هذا الحدث وبتقول مصر على الطريق الصحيح، مصر تستوعب الكبار، مصر تفتح ذراعيها لأول حوار وتعاون حقيقي بين الشمال والجنوب، بين أوروبا والعرب. وخليني أقول لكم، مش هخش بقى في تفاصيل، يعني أنا متأكد أن كل الزملاء سواء في القناة هنا أو باقي القنوات الفضائية المصرية أسهبوا وقتلوا الموضوع بحثا، بس أنا هقول لكم دايما طريقتي أنا، وهي فكرة الرسالة، فكرة العنوان الذي يجب أن نخلص منه لما يكون عندنا حدث بهذه القيمة. القمة العربية الأوروبية دي دليل على طريقة تفكير مصر ودبلوماسيتها، بمعنى لا نختلف أن العالم دلوقتي للأسف الشديد قائم على الصراعات وقائم على الاحتقان وقائم على المصالح اللي للأسف بتؤدي إلى يا إما احتلال يا إما إفساد يا إما تخريب يا إما إرهاب يا إما عبث في شؤون الدول الأخرى الداخلية. مش دي الحقيقة؟ إلا من رحم ربي طبعا. مصر وهي بتحارب الإرهاب بتقدم كمان في خلال هذا المؤتمر نموذج تاني عبقري لو خدتوا بالكم منه، وهي رسالة. المؤتمر ده مصر بتقدم فيه رسالة للعالم كله معناها انه الحوار والتعاون اللي بجد هو الطريق الوحيد ان انت تحقق مصلحتك بس بطريقة مشروعة
بدل ما تحققها بالطرق غير المشروعة، ان انت تمول ارهاب او تخرب في الدول او تعبث في شؤون الدول الداخلية، او ان انت تعمل وتعمل او تحتل او تستعمر او تضرب او تستخدم الحروب والاسلحة. الدولة قررت انها تعطي خارطة طريق للعالم. عايز مصلحتك، عايز تستفيد، تعال اقعد معايا وش في وش وقول لي عايز تستفيد ازاي، وانا اقول لك انا كمان هستفيد ازاي، فنطلع احنا الاتنين مستفيدين. ولا تخرب لي ولا خرب لك، ولا تدمرني ولا دمر لك، ولا ترهبني ولا ارهبك، ولا تمول دولة ولا تساعد دولة ولا تداعش دولة ولا دولة ولا دولة. الرسالة انه بالحوار المصلحة تتحقق باحترام، انه بالمائدة الواحدة لازم هنتفق، وانه بمنفعتك هي منفعتي، لان انا وانت عايشين في هذه الارض وكلنا نستحق هذه الحياة. والرئيس عبد الفتاح السيسي قال جملة والله العظيم وانا قاعد برا يعني عملت دماغ بيها، انبسطت لدرجة ان انا كنت سقفت لوحدي وانا قاعد كده والناس افتكرتني مجنون. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كلام مهم، سواء في كلمته في المؤتمر او في المؤتمر الصحفي او في تصريحاته الاخرى، بس الجملة دي انا توقفت قدامها جدا جدا. الرئيس قال كده، قال الدول الاوروبية ودول العالم المتقدم اولويات حكومتها زيادة رفاهية الحياة للشعوب. ده طبيعي، زيادة رفاهية الحياة. اما الدول العربية والدول الاقل تقدما والدول النامية ومعظمها الدول العربية وجنوب العالم اولوياتها الحياة نفسها مش رفاهية الحياة. فوق بيعملوا على رفاهية الحياة للشعوب، وعندنا حلمنا ان احنا نحيا بس، ان احنا نظل على قيد الحياة بسبب الارهاب وبسبب الفقر وبسبب الجوع وبسبب المرض وبسبب المشاكل وبسبب 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 حاجات كتير بتاعتنا وحاجات كتير اتحطت علينا من برة، اتحطت وبتتحط علينا من برة. فالرئيس حط العالم الغربي والشمالي امام مسؤولياته وقال لهم انتوا بتفكروا في رفاهية شعوبكم، طب ما تحاولوا تلبسوا نظارة وتشوفونا بعين عدل وتعرفوا ان احنا بنحاول بس نوفر الحياة مش رفاهية الحياة، نوفر الحياة لشعوبنا، الحياة اللي ما فيهاش ارهاب، الحياة اللي فيها امن، الحياة اللي فيها ابسط لقمة العيش اللي تبقيك حيا، حق البني ادم في السكن، حق البني ادم في الجواز، حق البني ادم في العمل، حق البني ادم في التعليم، حق البني ادم في العلاج لو عي ومرض. لكن انتوا بتتكلموا في حق البني ادم في انه يستمتع اكتر بحياته، انه يطلع الكوكب المريخ يستكشف اللي عليه، انه يبقى الانسان الالي هو اللي بيعمل الوظائف البشرية راحة للناس، واحنا بندور على شغل اساسا للناس. الحياة كانت رسائل في منتهى القوة والمباشرة والصراحة. تاني، حكومات الشمال والاوروبيين يساعدون او يعملون على أولوية رفاهية الحياة، ونحن نعمل على توفير الحياة نفسها. بس ان انا اتحدث في الموضوع اللي انا شايفه انه محل نقاش كبير قوي من جانب يعني اصدقائنا الاوروبيين ومن جانب الصحافة الاوروبية وحتى من جانب كل المهتمين في هذا الامر. احنا قلنا ان القمة اللي احنا القمة العربية الاوروبية هي منصة جديدة، منصة أخرى للتعاون للتنسيق للتشاور للحوار فيما بيننا. نحن ثقافتين مختلفتين، نحن منطقتين لهما كل منطقة لها ظروفها الخاصة بها. خلينا أقول للمراسل اللي جاي اللي بيتحدث في هذا الأمر، الأولوية في الدول الأوروبية هي تحقيق الرفاهية لشعوبها والحفاظ عليها. الأولوية بالنسبة لنا احنا في بلدنا هي الحفاظ على بلدنا ومنعها من السقوط والانهيار والخراب كما ترون في دول كثيرة موجودة جنب مننا. فالأمر مختلف، فلابد ان احنا نتفاهم فيما بيننا ونعلم ان الأولويات اللي موجودة والأهداف اللي موجودة
وإن كانت مختلفة لكن ممكن يبقى في قواسم مشتركة نتعامل بها مع بعضنا البعض. معي على الهاتف السفير عبد الرؤوف الريدي. عبد الرؤوف سعد، رؤوف سعد أنا آسف. السفير رؤوف سعد، مساء الخير يا سيادة السفير. أهلا وسهلا. إزاي ما عليك يا فندم؟ الحمد لله. أهلا أستاذ إيهاب. سعادة سفير، الحقيقة أنا كنت بتكلم مع السادة المشاهدين عن قيمة الحدث اللي استضافته مصر على مدار يومين، وأنا اعتبرت إن في رسالة بتقدمها مصر للعالم من خلال هذه القمة، وهي فكرة إنه التعاون هو الطريق الوحيد لتحقيق المصلحة بين كل الأطراف بدلا من الصراع. حضرتك متفق معايا؟ متفق مع حضرتك، بس ده مش رسالة مصر وحدها. مصر قادت هذه الرسالة، إنما ونحن في بداية هذه المرحلة الكل أتوا وهم متفقون على أن التعاون المشترك هو السبيل الوحيد لتصدي القضايا والخلافات سواء بيننا أو ما نتعرض له. صحيح، لكن هي الحقيقة أنه لازم نعترف أنه الغرب ما كانش مقتنع قوي بهذه الفكرة أو هذه الرسالة خلال سنوات ماضية، وكان معتقد أنه الاحتقان والصراعات وفرض منطق المصلحة بالقوة كان هو الغالب دائما، وده اللي احنا بنحاول نغيره. شوف حضرتك، يعني عشان نبقى، انا عارف ان حضرتك وطني متحمس، انما يعني وده شيء مطلوب جدا في هذه المرحله، انما اداره المصلحه مصلحتنا ومصلحه الدول العربيه هي التي دفعت مصر لكي تقترح هذه فكره القمه، والتي يعني كان هناك اجماع على ان تكون البدايه من مصر. صحيح. نحن نضع كما تفضل السيد الرئيس، نحن في بدايه، ليس مطلوبا ونحن في بداية أن نفترض أننا مقبلون على صراع. نحن نفهم ولا ننكر أن هناك اختلافات في قضايا أساسية، لكن نحن متفقون، وهذه هي نقطة البداية، أن هناك قضايا تهديدات تطول الجميع، هناك مصالح يحتاجها الطرفان الأوروبي والمصري، وده يقودنا إلى خلاصة هامة، وهي أننا لابد أن نبدأ بداية جديدة. ما يحكمها هو أولا المنافع المتبادلة والمصلحة المشتركة، وحتى نصل إلى هذا لابد أنه يبقى فيه احترام متبادل للمواقف، مسؤولية مشتركة. حضرتك أشرت إلى مساعدات، انا شخصيا يعني لا ارى ان احنا لا نحتاج الى مساعدات، انما ما يقدمونه في دعم جهودنا على سبيل المثال في منع الهجرة غير الشرعية او مكافحة الارهاب، مسألة لا يمكن ان تنتمي الى فصيلة المساعدة. صحيح. هي استثمار لحقق مصالحهم، تلك هي القضية الأساسية التي أصبحت تحكمنا الآن، أن الاستقرار الآن لا يحكمه أن طرف يقوم بواجب مقابل طلب من طرف آخر. صحيح. الاستقرار صحيح. مصلحة مشتركة، اللي هي فكرة سعادة سفير الوين وين سيتويشن. بالضبط كده، نحن لا لا لا, لا نلعب زيرو سام، لا يجب أن نلعب زيرو سام جيم. وأظن أنه قبول الأوروبيين بانعقاد هذه القمة وحضورهم، يعني أرجو أنه أحط كذا خط، أن يحضر من الاتحاد الأوروبي 26 دولة جميعها على مستوى رئاسي، يعنون أنهم جادون وأن هناك أمور كثيرة تجدد، وأنه الأمر أصبح لا يحتمل الانتظار أكثر من ذلك، وأنه لابد أن ندخل في صياغة جديدة في الحوار وفي المكاشفة وفي الندية في العلاقات. و زي ما الرئيس الحقيقة، يعني أنا كنت موجود أمامه، وزي ما حضرتك يعني سعدت جدا بالستيتمنت، هو لم ينكر عليهم أي حق. وقال لك نحن نحترم ما تريدونه، نحترم موقفكم أراءكم في حقوق الإنسان أو المجتمع المدني وخلافه، وعليكم أن تحترموا. نحن وصلنا إلى نقطة بداية جديدة سوف تعتمد على منطق الحوار ومنطق المصلحة المشتركة، وأيضا المسؤولية المشتركة. صحيح. هناك مسألة أساسية في هذا الأمر،
ويعني انا عايز برضو الفت النظر استاذ تامر انه اتفضل يا فندم انه الاجماع على ان تكون هذه قمه في مصر مش مساله يعني موده ولا يعني تفضيلات. الحقيقه انه لم ينازع في هذا لا جانب دوله اوروبيه ولا دوله عربيه. وانا بشوف انه دي في حد ذاتها رساله مهمه جدا، لانه حتى تبدا هذه الصياغه الجديده او الحقبه الجديده من العلاقات مع الاتحاد الاوروبي لابد ان تكون البدايه من ارضيه ثابته، من ارضيه صلبه. صح. واذا كنا بنتحدث عن مشاركه لابد ان تكون مشاركه مع شريك قادر، شريك يملك القدره السياسيه، شريك على اعتاب نهضه اقتصاديه، شريك يدير سياسه خارجيه عقلانيه يحكمها المصلحة الوطنية والثوابت الوطنية. كل ذلك بيجعل انه البداية الصلبة تخلق قوة دفع صلبة، وبالتالي نحن النجاح في يعني في عقد القمة هذا امر لا ينكره احد، انما النجاح الحقيقي هو كيف نستثمر هذه البداية لكي نعمل ان ننتقل من طرح الافكار والدعوة الى اعادة صياغة العلاقات الى مشاركة عملية في تحقيق هذه المصالح، لأننا نريد أن نصل لكلينا إلى استقرار يحقق مصلحة الجانبين. أحسنت، بشكرك شكرا جزيلا وبحييك في شخصك الكريم سعادة السفير رؤوف سعد أمين عام القمة العربية الأوروبية، شكرا جزيلا. قمة ناجحة بكل المقاييس وشهادة أخرى من العالم ومن أوروبا ومن قادة أوروبا الـ 25 أو 26 اللي أتوا كلهم هذه المرة لفتح حوار من قلب مدينة شرم الشيخ لتعاون عربي أوروبي على قدم المساواة يحقق المصلحة والتفهم المشترك ما بين الطرفين. واتفق المجتمعون على أن القمة الثانية هتعقد بعد عامين إن شاء الله في بروكسل في بلجيكا، عاصمة بلجيكا وعاصمة الاتحاد الأوروبي. اسمحوا لي هروح لفاصل أخير، بعد الفاصل مش هأخركم كتير، هنقعد 4-5 دقايق بس مع بعض، لكن عندي فيلم صغير كده في اعتقادي هو بنبنية الحلقة، هو ملخص الحلقة، أرجو أن حضراتكم تتابعوه بس بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. هقدم لحضراتكم دلوقتي فيلم قصير مدته 4 دقايق أو 5 دقايق على الأكثر. هو مش فيلم جديد، هو موجود على مواقع التواصل الاجتماعي من فترة، بس الحقيقة أنا اتفرجت عليه في الأيام الأخيرة، وفيلم بيجب كل الكلام اللي احنا ممكن نقوله عن المساواة وعن العدل وعلى ان كلنا واحد وكلنا لينا الحق في الحياة وان مفيش حد ربنا مفضله على حد وان كلنا نستحق نفس القدر من الحقوق وعلينا نفس القدر من الواجبات. فيلم بيتكلم على الخريطة الجينية بتاعت البشر، مش عايز اشرح له كتير، هو الفيلم شرح نفسه، هو بالانجليزي طبعا بس موجود عليه الترجمة، ركزوا فيه وقروا الترجمة كويس قوي وفهموا معناه، وحنرجع نختم مع حضراتكم، بس أرجوكم ركزوا قوي في الفيلم. اللي احنا كنا بنقوله على القمة العربية الأوروبية، الفيلم ده هو اللي بيجسده، فكرة ان احنا كلنا واحد وان كلنا مع بعض وان الأرض دي كلها لينا في كل شبر فيها جدر، مفيش حاجة اسمها عرق نقي، مفيش حاجة اسمها بيور هيومن ريس، كلنا نتاج خليط العالم والجنسيات والأعراق مع بعض، فأنتجت تامر وإبراهيم ومايكل وجوناثن ومش عارف مين ومين ومين ومين، وكل جنسية وكل حضارة ليها نسبة وليها شير وليها إسهام في حضارة الناس التانية وفي شعوب الدول التانية. الفيلم ده مع بداية الحوار اللي احنا عملناه في شرم الشيخ ما بين العرب والأوروبيين والشرق والغرب، لو فهمنا كويس الرسالة مش هيبقى في حاجة اسمها شمال وجنوب، ومش هيبقى في حاجة اسمها شرق وغرب ولا عرب ولا أجانب ولا مش عارف مين ولا مين، هيبقى في حاجة اسمها human being يعني إنسان. يعني الخلاصة بتقول الكون مش ينا ينت، الكون والحياة هي أنا وإنت. تصبحوا على خير.